موضوع الكهرباء طبعا أكيد موضوع شائك، موضوع يحتاج إلى تخطيط أولا، لأنه أساسا العراق بالدرجة الأولى هو دولة نفطية وليس دولة غازية. نعم. والدول النفطية دائما تحتاج إلى الغاز بالدرجة الأولى لكي تعمل على تشغيل المحطات الغازية، اللي اليوم أغلبية دول العالم تعتمد على المحطات الغازية، لأنه المحطات البخارية اللي تعتمد على النفط الثقيل والنفط الخام قد أحيلت إلى التقاعد، لأن أكيد لأنه البيئة هذه المحطات تلوث البيئة بشكل كبير، ولهذا تحولت معظم دول العالم إلى المحطات الغازية. فبالتالي عملية توفير الغاز هي الأهم في البداية، أي التخطيط في توفير الغاز بالدرجة الأولى لهذه المحطات. وبما أن العراق دولة نفطية وليس دولة غازية مثل قطر أو الجزائر أو روسيا أو هذه الدول اللي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، فبالتالي يجب أن تتصرف كالدول النفطية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، اللي بالنتيجة النهائية تستورد الغاز من الدول المجاورة، وبالإضافة إلى استخدام الغاز المصاحب للنفط، وهي نسميه احنا بالفليرينج غاز واستخدامه. طبعا احنا تاخرنا اكيد بعمليه استخدام الفليرينج غاز، الغاز المصاحب، وكذلك الاستكشافات للحقول الغازيه الحره. فبالتالي عمليا نحتاج الى استخدام هذا النوع من الغاز اللي هو نقدر نسميه الناتشرال غاز، اللي يجي من هاتين المصدرين، اللي هي اما استخدام الغاز المصاحب اللي الدوله العراقيه والحكومه العراقيه الحاليه وقعت اغلبيه العقود لاستخدام الغاز المصاحب وعدم حرقه، هذا اللي تاخرنا به انا اللي اقول عليه. والثاني هو الحصول على الغاز من الحقول الغازيه.